بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله الحضور الأكارم والمشاهدين الأفاضل في هذه الندوة التي يعقدها القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين للإعلان عن التقرير الدوري الذي أعده القسم السياسي في الهيئة عن الحالة السياسية وبعض القضايا المهمة التي حدثت في العراق خلال الأيام والأسابيع الماضية. والتقرير تضمن 4 محاور رئيسة. المحور الأول متعلق بمأزق النظام السياسي القائم واستمرار فشل أحزاب السلطة وميليشياتها في إيجاد حلول لأنفسهم وعمليتهم السياسية المشوهة. وقد أكدت الهيئة مرارا على أن نتائج الانتخابات الأخيرة ستكون لها تداعيات كبيرة على العملية السياسية وأصحابها. والمحور الثاني تضمن الحديث عن فضيحة تسريبات المالكي وتهديداته الصريحة بارتكاب جرائم وإشعال نار الفتنة من أجل الوصول لهرم السلطة. والمحور الثالث متعلق بتدخل العتبة الحسينية الفج في وزارة التعليم العالي والجامعات العراقية من خلال زجها في براثن الفتن الطائفية. والمحور الرابع والأخير متعلق بجريمة الجيش الحكومي الأخيرة في قضاء أبي غريب والتعامل الحكومي مع الجريمة ومحاولة التغطية عليها من السياسيين لمصالح شخصية. وتأتي هذه الندوة في هذا التوقيت الذي يشهد انغلاقا وصراعا سياسيا في النظام السياسي البائس المتهالك في العراق. ولتناول هذه المحاور المهمة في هذه الندوة يتفضل مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى الضاري ليلقي الضوء على هذه المحاور المهمة، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات إعلان التقرير الدوري السياسي الصادر عن القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، والذي يتناول الحالة السياسية في العراق بين مدة وأخرى. وهذا التقرير كما ذكر الأخ الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم يتضمن 4 محاور. المحور الأول محور عام يتحدث عن المشكلة الأساسية الموجودة الآن في العراق، المشكلة الأساسية منذ الاحتلال وحتى اللحظة، التي تلقي بظلال المتوقعة والمقروءة والمستشرفة منذ أمد بعيد من قبل القوى المناهضة للاحتلال وهي علماء المسلمين في العراق. نحن في العام 19 أو في العام 20، دخلنا العام 20 للاحتلال في العراق، لعمر الاحتلال في العراق، ونتحدث عن مأزق النظام السياسي واستمرار الفشل السياسي. في أي تجربة هذه يستمر فيها المأزق السياسي والفشل السياسي على مدى ما يقرب من ربع قرن تقريبا، 20 سنة، متوقع لها أن تمتد أكثر. هذه الانتخابات جرت في 10/10/2021، والآن إحنا 11/8/2022، يعني 10 أشهر بالتمام والكمال على إجراء الانتخابات. أما على إعلان النتائج فحوالي 9.5 أشهر، وإلى الآن لم يحسم الأمر، وتكاد تكون هذه المدة 9.5 أشهر هي ثاني أطول مدة، بل هي أطول مدة حتى الآن بعد مدة 9 أشهر في إحدى المشاكل المتعلقة بمجلس النواب في سنوات متقدمة، ومرشح لها أن تمتد أكثر. الفشل متكرر، وإعلان النتائج كما علمتم وتعلمون جرت بعده مشاكل كبيرة، فالطرف الخاسر أو ما يسمى الآن بإطار التأسيس إطار التنسيقي طعن في نتائج الانتخابات وقام بمظاهرات ودعا إلى إعادة الفرز وشكك في المفوضية وأقام الدنيا كما يقولون ولم يقعد تشكيكا فيما جرى. ثم بعد ذلك بدأ السجال في موضوع الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر ومن يحق له أن يشكل الحكومة وما إلى ذلك. ثم بدأ الطعن أيضا في نسب المشاركة، وقتها بعضهم شكك بنسبة المشاركة ولا سيما من خارج العملية السياسية، وجاء بالأدلة والوقائع على ذلك ولا سيما القوى المناهضة للاحتلال.
فيما الطرفان المختلفان كان يسران على نسبة أخرى، لكن سنرى بعد قليل أن بعضهم بدأ يتنصل من هذه النسبة، ولا سيما الإطار التنسيقي. اللقاء الأخير لنوري المالكي يعترف بأن النسبة لم تصل إلى 20%. طيب وين نسبة 40% اللي أعلنت عنها المفوضية ودافعتم عنها دفاعا مستميتا وطالبتم بإعادة فقط الفرز؟ ما كان اهتمامهم في موضوع نسب المشاركة. المهم تعطلت جلسات ما يسمى مجلس النواب بسبب الصراع بين هذين الطرفين المتشاكسين، أحدهما يكيد للآخر، لا يريد لهذه الجلسة أن تنعقد، لا يختار رئيس جمهورية، لا يختار رئيس وزراء، بالكاد أقر رئيس مجلس النواب. ثم بدأت الصراعات بينهم. تركت الساحة مدة من الزمن للتيار الصدري لمقتدى الصدر، ثم وضعت أمام العراقيل لعدم تشكيل حكومة ولم يستطع، ثم أعطى التيار مهل كما تعرفون ولم يصل إلى نتيجة، وأخيرا لجأ التيار الصدري بنصيحة صديق له أو بنصيحة عدو له، فأقدم على خطوة غير مسبوقة من الناحية النظرية وإن كانت من الناحية العملية لا تقدم شيئا بالنسبة لنا ولا تؤخر، وهي الانسحاب من مجلس النواب واستقالة جميع أعضائه. لكن هل هذه الاستقالة تعني الخروج من النظام السياسي والتحول إلى جهة معارضة خارج النظام؟ لأن لا توجد جهة سياسية معارضة للعملية السياسية من خارج النظام في العراق أبدا، توجد قوى مناهضة للاحتلال في الداخل والخارج، معارضة لكل العملية السياسية، مناهضة لكل العملية السياسية. أما معارضة كما يقولون وفق السياقات الديمقراطية من داخل النظام السياسي غير موجودة، وظهر بمرور الزمن أنها كانت يعني خطوة غير مدروسة، خطوة لإضعاف الطرف الآخر، لما رأى بأن هذه الخطوة لم تجدي وأن هناك محاولات من الإطار ومن معه لعقد جلسة لمجلس النواب حتى خارج مقر مجلس النواب، وبدأ الحديث عن العقد في أربيل وما إلى ذلك والسليمانية، بادر التيار الصدري إلى اقتحام مجلس النواب. هذا الاقتحام أضر بالتيار الصدري أكثر مما نفعه، لأنه أظهره بمظهر المنقلب على العملية السياسية أولا، وثانيا ذهب إلى أبعد خيار وهو منع انعقاد الجلسات. لو كان الاحتجاج خارج مبنى مجلس النواب ممكن معقول إلى حد ما، يقولون قد لا نؤثر على انعقاد الجلسة، ممكن تنعقد الجلسة، لا، تصوراتنا بأنه لا يمكن لجلسة أن تنعقد، كيف سيدخل النواب إذا كان التيار الصدري محاصرا؟ المهم لما شعر التيار الصدري بأنه المشكلة ستذهب إلى اتجاه آخر بادر بهذا الخيار. تأزم الوضع أكثر، بدأت الأطراف يعني تستخدم كل الوسائل الممكنة لإزاحة الطرف الآخر، الوسائل السياسية الممكنة والوسائل السياسية حتى غير الممكنة وغير اللائقة. أخيرا رشح الإطار كما تعرفون محمد الشياع السوداني رئاسة الحكومة. هذه الخطوة هي التي اتخذت مبررا لاقتحام مجلس النواب، لأنه معلوم للجميع أن الإطار سيرشح شخصية منهم. من الشخصية التي سيرشحها الإطار؟ يرشح نوري المالكي بعد التسريبات، وقبل التسريبات حظوظه يعني ليست بذاك، فما بالك بعد التسريبات. يرشح من؟ هادي العامري. يرشح من؟ أخيرا الخيار الموجود والدائم واللي تحت اليد محمد الشياع السوداني، مو غريب ولا مفاجئ كان طرح اسمه. الأسماء الأخرى كلها كانت مطروحة لي يعني للتشويش على المشهد. هنا دخل التيار الصدري احتجاجا على ترشيح محمد الشياع السوداني، واللي أيضا الجميع وليس التيار الصدري هو إعادة تدوير للوجوه الموجودة. طيب ماذا يتوقع التيار الصدري أو غير التيار الصدري من الإطار؟ من يرشح؟ يأتي بشخصيات جديدة نظيفة نزيهة غير فاسدة. وهنا بدأت نغمة أنه شخصية محمد الشياع السوداني ليست عليه ملفات فساد وما إلى ذلك. هل القصة هي فساد فقط؟ طيب فساد المنظومة التي يعمل فيها لا يكفي أن يكون هو جزءا منها؟ ثم ملف حقوق الإنسان الخطير جدا الذي فرط به وكان شريكا في جرائم المالكي والتغطية عليها عندما كان وزيرا لحقوق الإنسان. قتل شخص واحد أو تغييب شخص واحد يكفي لإقالة حكومات، فما بالك بآلاف مغيبين في فترة أو في عهد نوري المالك وفي عهد تسلم محمد الشياع السوداني لوزارة حقوق الإنسان. إذن قصة، احنا ما ندخل في التفاصيل، لكن الصراع الآن وصل إلى مرحلة. السؤال إلى أين سيؤدي هذا الصراع؟ ما هي مخرجات هذا الصراع؟
لعلكم لاحظتم أننا في القوى المناهضة للاحتلال كنا نراقب المشهد بدون تدخل، وهذه طريقتنا وعادتنا دائما. ليس من باب أنه لسنا معنيين بالشأن العراقي، لا، قد نكون نحن أكثر عناية منهم بالشأن العراقي بكل أبعاده، ولكننا لسنا معنيين بالصراعات السياسية داخل العملية السياسية. نظام سياسي حكمنا عليه بالفشل منذ ساعة تأسيسه، وها هي المخرجات الآن تؤكد ما قلناه تماما. فإذا كانت الرؤية أن ما جرى على الرغم من احتدامه، على الرغم من بروز حالات وتحركات ومواقف غير مسبوقة سابقا أو غير واردة سابقا مثل اقتحام مجلس النواب على سبيل المثال، لكن السقف معروف بالنسبة لهم، محددات اللعبة السياسية معروفة، الداعم الخارجي الدولي والإقليمي معروف، الظروف الدولية والإقليمية معلومة، هذه كلها لا تسمح بمتغير كبير جدا. وأيضا اللاعبون في اللعبة السياسية، وهي لعبة فعلا، يعرفون حدودهم والنقاط التي يتوقفون عندها. فكنا نتوقع بأن الأمور ستسوى بطريقة ما، ونلجأ أو يلجأون إلى خيار التسوية المعهود اللي جرى في حالات كثيرة من زمن العبادي، ثم زمن عادل عبد المهدي، ثم زمن الكاظمي، ثم ما يحصل الآن. وأعلننا عن هذا بشكل واضح وصريح في حواراتنا ولقاءاتنا، يعني من قبل المناهضة والاحتلال تكلمت عنه في برنامج طاولة حوار في قناة الرافدين قبل أسبوعين، وعرضت هذه الرؤية. الأخ عبد القادر النايل عرضها أيضا في عدة حوارات ولقاءات له مع القنوات الفضائية. لعل البارحة تعطينا الدليل، البارحة وأول أمس، أمس وأول أمس، تعطينا الدليل المواقف التي جرت على صحة ما قلنا. نلخص الموضوع، انتهى إلى تفاوض، وما يجري في الساحة الآن هو محاولة فرض شروط هذا الطرف على شروط الطرف الآخر، والحصول على مكاسب أكبر. والقصة بدأت بتراجع التيار الصدري من ثورة عاشورائية كما قال إلى انتهى ثورة قضائية، كتاب يطلب من فائق زيدان بأنه يحل البرلمان، وهو يعلم تماما بأن فائق زيدان لا يستطيع حل البرلمان، لأن فائق زيدان يشتغل بكبسة زر من الإطار المالكي تحديدا. تراجع عن موضوع الدستور، تراجع عن موضوع المفوضية، تراجع عن الفساد، تراجع عن إعادة بناء العملية السياسية، كل هذه تراجعات. الآن الطموح هو حل انتخابات مبكرة. طيب، هذه الانتخابات المبكرة تجري بحل مجلس النواب كما يطالب التيار، لو لا يمكن بحثها إلا بعد انعقاد المجلس كما يقول الإطار المالكي تحديدا. إذن وصلنا النقطة مشتركة، الطرفين موافقين على انتخابات مبكرة، لكن هذا يريدها عن طريق حل المجلس، وهذا يريد عن طريق عقد المجلس جلسة. إذا التيار الصدري أخذ ضمانات بأنه جلسة مجلس النواب سيجري فيها بحث الموضوع والرجوع والوصول عفوا إلى خيار انتخابات مبكرة، لن يعترض وسيشارك فيها وسينتهي الأمر إلى من انتهى عليه. ما السبب إخواني؟ أكو سبب عام، أنه هي العملية السياسية محكومة، والصراع داخل العملية السياسية مو صراع من أجل تغيير الواقع السياسي لمصلحة العراقيين. للأسف كما اندفعت بعض الجهات، بعض القوى، بعض الأقلام، بعض وسائل الإعلام، اندفعت مع التيار مقتدى الصدر وكأنه سيقوم بثورة لإصلاح ما جرى في العراق، وهم يعلمون تماما ما هو موقع مقتدى الصدر من هذه العملية، وكيف أنه تراجع عدة مرات في محاولاته السابقة لتحسين ظروف التيار الصدري. فالتعويل على أحد من العملية السياسية غير ممكن، ومن يعول على أحد من أطراف العملية السياسية كأنه ينسى أو يتناسى ما جرى طوال السنوات الماضية، بل أن بعضهم وجد في التيار الصدري فرصة لإعادة تبرير أو إعادة التفكير في مواقفه والانتقال من ساحة مناهضة العملية السياسية إلى الدخول فيها عن طريق مقتدى الصدر. هذا السبب العام. أما السبب الخاص، أمريكا كما تعرفون منشغلة مشاكل بايدن، يدورون له حل ماكو حل، ومنشغلين بقضايا الصين وتايوان وغيرها، مشغولين بقضية فلسطين والكيان الصهيوني، مشغولين مفاوضات النووية مع إيران، مشغولين بقضايا موضوع يعني قضايا كثيرة جدا. إذا نفتح الملفات الأمريكية في القضية الدولية والإقليمية كثيرة جدا، وإحنا تعودنا وجوز متسمعانين هذا منا في محاضرات وندوات سابقة، أنه الأمريكي عندما يكون مشغولا يخلي قضيتنا على الرف.
الجديد أنه مو خلى قضية نعرف هذه المرة، وإنما خول طرف ما بحسم الموضوع بالطريقة المناسبة. كلف الطرف البريطاني، الطرف البريطاني قبل أسبوعين عقد اجتماع مهم في بغداد بحضور وفد عربي ووفد إيراني عالي المستوى وكوثراني ممثلا لحزب الله في لبنان برعاية السفير البريطاني، واستمرت اللقاءات مدة يومين وحسمت الأمور وانتهت الأمور الباقية التفصيلية. فالآن السفير البريطاني يرعى قضية التفاوض بين الطرفين، وقريبا ستنكشف الأمور وتعود الأمور إلى مجراها. هل الأمور مرشحة للتصاعد مرة ثانية؟ وجهة نظري الخاصة غير مرشحة أبدا للتصاعد، لأنه ذهبت الأطراف كلها إلى أبعد مدى لها. الجديد في هذا الموضوع وهو متعلق بالمحور الثاني من محاور هذا التقرير، فضيحة تسريبات المالكي. يعني في سياق الصراع المحتدم بين مكونات النظام السياسي القائم ظهرت التسريبات التي سمعتموها جميعا عن المالكي ثم توقفت. الآن فرصة من سرب هذه أن يسرب أشياء أخرى أو يظهر كما وعد أن لديه تسريبات أخرى. تبين أن التسريبات هي لقاء واحد، وهذا اللقاء تم تجزئته وبثه على دفعات ثم بث كاملا، ثم أثناء الأزمة بث تسريب آخر لكنه ضعيف جدا. المالكي الآن يظهر في الإعلام ويطالب ويزايد على الآخرين ويتكلم بقوة، أثناء التسريبات ما كان يتحدث. فإذا ما قام به التيار الصدري، ليش في البداية قلت من نصيحة صديق أو عدو، ما فعله التيار الصدري أعاد الروح للمالكي وأجهز على التسريبات وفائدة التسريبات بشكل كامل. فضح المالكي وهو مفضوح بالنسبة لنا، نحن في الهيئة نذكر أن موقفنا من المالكي واضح وصريح، بياناتنا وأدبياتنا طوال حكم المالكي كانت واضحة، وأبرز وثيقتين هما حديث الشيخ حارث الضالي رحمه الله الأمين العام الراحل للهيئة في برنامج بلا حدود مع أحمد منصور في قناة الجزيرة في 2010 و2014 كان مهم جدا، لأنه بعد أن هجم المالكي على ساحات الاعتصام خاصة في الرمادي كان الحديث واضح وصريح، وكشف كل ما يحمله المالكي من حقد ليس على فئة أو مكون أو غيره من الشعب العراقي، وإنما على كل العراق، على كل المعاني والقيم التي يتمنى العراقي أن تكون في بلده من وحدة تحرر واستقلال وسيادة ووحدة. وكشف عنا أنه جندي في جيش الولي الفقيه بكل وضوح وبكل صراحة. فبالنسبة لنا ليس جديدا، لكن الجديد أنه هذا الموضوع أصبح مكشوفا، وأن الرجل تكلم بلسانه وكشف عن حاله، ما نحتاج بعد ذلك أدلة. لكن للأسف كما قلت ما جرى من التيار الصدري أجهز على موضوع التسريبات وأعاد تدوير، يقولوا المريد نعيد تدوير يعني الشخصيات السابقة محمد الشيع وغيره، وأعاد تدوير المالكي وأصبحت كما يقولون أوراقه في اللعبة قوية. في هذه الأثناء ندخل إلى المحور الثالث، تدخل ديوان الوقف الشيعي، تحديدا ديوان الوقف الشيعي وجه كتابا لوزارة التعليم العالي يطلب بالسماح لمبلغي أي دعاة العتبة الحسينية في كربلاء بالتبليغ في الجامعات العراقية. وزارة التعليم العالي بدون العودة لأحد وتحت شعار تصرف فردي مو سياقات متبعة عممت على كل الجامعات بفتح الأبواب لمبلغي العتبة الحسينية. طيب، أولا هو تدخل سافر في عمل الجامعات وزج قضايا طائفية وعنصرية في هذا. مجالس إدارات الجامعات ورؤساء الجامعات لم يستشاروا في هذا الأمر. بعدين شنو صلاحية، ما هي صلاحية ديوان الوقف السني أن يتدخل فيها الشيعي عفوا أن يتدخل فيها كذا موضوع، حتى لو ديوان الوقف السني القصة يعني ليست طائفية وليست مذهبية، وإنما جهة لا علاقة لها بهذا الموضوع. هذه جهة تعليم عالي وهذه جهة إشراف على المؤسسات الدينية. أمر آخر أنه إذا كانت هناك حاجة للتبليغ أو للدعوة، هناك مادة ثقافة إسلامية موجودة في الجامعات، وهناك أساتذة علوم إسلامية في كل الجامعات العراقية، كل جامعة عراقية فيها كلية علوم إسلامية أو قسم تدريس القرآن الكريم في كلية التربية، فهؤلاء أولى وأجدر من أبناء الجامعات
بأن يقوموا بهذه المهمة، لأنهم أساتذة متخصصون أولا، وثاني من أبناء الجامعات ويعرفون طبيعة جامعاتهم وكلياتهم وطلابهم، وأيضا راح يكون الأمر في سياق دعوي لكنه محكوم أكاديميا. كل هذا تم تجاوزه، وطبعا ضجة كبيرة جرت من كل الجامعات بغض النظر عن الجهة الداعية لهذا الموضوع. طيب، هذا أيضا يكشف عدم استقلالية التعليم في العراق، وهذا أمر أيضا ليس جديدا وليس مفاجئا. كلنا نعلم بأن الجامعات محاصصة الآن في العراق، كل جامعة مستلمتها الجهة الفلانية. جامعة بغداد نعرف من يديرها، الجامعة المستنصرية نعرف، التكنولوجية نعرف، الموصل نعرف، البصرة نعرف، وهكذا. كل جامعة الآن يتولاها حزب أو قوة سياسية أو ميليشيا وما إلى ذلك، ويفرض خطط وبرامجه. طيب، هل هذا الموضوع له خطورة فقط على العملية التعليمية؟ لا، له خطورة على ثقافة البلد، حضارة هذا البلد، تعايش بين أبناء هذا البلد. لأن من الذي يضمن لي أن المبلغ الذي يأتي من العتبة الحسينية سيطرح الطرح المناسب والسليم؟ وإحنا نشوف ذول المبلغين على المنابر ونشوف طرحهم كيف يفرق هذا البلد ويشتته أكثر ويؤثر على النسيج الاجتماعي ويبث القضايا الطائفية والقضايا العنصرية ويحرف التاريخ وما إلى ذلك. فهذا موضوع خطير جدا، أرادوا له في ظل هذا الصراع السياسي أن يمر، لكن وقفة الجامعات وتصديها لهذا الموضوع كانت مهمة وتشكر عليها. نصل أخيرا إلى جريمة الجيش الحكومي في قضاء أبو غريب. طبعا هذه الحادثة حادثة خطيرة جدا، ولأنها جرت قريبا تناولناها في هذا التقرير، كما تناولنا حادثة جبل على سبيل المثال قبل أشهر، 8 أشهر تقريبا في محافظة بابل، وكما تناولنا قضية الرعاة الذين قتلوا في جزيرة الموصل، قصفتهم الطائرات بحجة أنهم إرهابيون وما إلى ذلك. وهكذا دأبنا دائما، القضايا الخطيرة التي تستهدف العراقيين نتناولها. الجديد في هذا الموضوع أن عمليات الابتزاز ومشاركة الناس في أرزاقه وأمواله ومعيشته وفرض الأتاوات والخاوات عليهم على مدى السنين الماضية قضية معروفة ومعلومة لكل العراقيين. لا يوجد صاحب مصلحة في العراق إلا وله شريك، خاصة في المحافظات الشمالية والغربية، لا إلا ويوجد له شريك، أما إما من الجيش أو من الميليشيات. وموضوع المكاتب الاقتصادية في الموصل وغيرها معروف ومعلوم. الآن لا يدخل شيء للعراق إلا بعد أن تعطي شيئا لمن؟ للقوات الأمنية والقوات الحكومية، الجيش. بل هناك معابر من دول أخرى تشرف عليها هذه الميليشيات ولا تخضع لما يسمى بإدارة الدولة أو سيطرة الدولة العراقية. بل هناك مناطق شاسعة من غرب العراق لا يسمح لأحد بدخوله، لأنها مسرح للتهريب ولزراعة الحشيش ولغيرها برعاية الميليشيات. بل أن هناك صراعا كبيرا جدا بين الميليشيات والجيش في هذا الموضوع، مو لأهداف وطنية وغيره، ولا لسلطات وصلاحيات ومسؤوليات، وإنما صراع من أجل المنافع. يعني فرقة كاملة تنقل من الأنبار الفرقة الثامنة ويؤتى بالفرقة السابعة، لما؟ لأنه قائد الفرقة الثامنة ما كان يقبل أن السيطرة الفلانية يسيطر عليها الحشد، لأن هذه السيطرة مهمة جدا في عمليات التهريب والغيرة إلى من العراق لسوريا ومن سوريا إلى العراق. وحدث ولا حرج. هذا ما يجري في أبو غريب أيضا، وأبو غريب ليست بعيدة عن بغداد. مشاركة تامة لكل المصالح، سواء كان من الميليشيات سابقا أو الجيش حاليا، ولا يمكن لأحد أن يفتح مصلحة أو محل جديد أو كذا إلا ويدفع، والدفع معروف ومرتب بناء على يعني $1,000، $700، $500، $400، $300 من غير الأخذ عنوة أو الأخذ بشبه البلاش مثل ما حصل في هذه الحادثة. الموضوع الخطير الآخر أنه كل من تحدث، للأسف يعني كل ساعة شفنا يعني كل بين مدة أخرى فيديو لأحد السياسيين حقيقة ما جرى في أبو غريب، حقيقة ما جرى، حتى ضيع الحقيقة. يعني من محمد الأسود الأحمد الأبيض كله تكتب حقيقة ما جرى في أبو غريب. نجي على الواقع، كل ما قيل عن هذا الموضوع غير صحيح أو غير دقيق، بل تعوزه كثير من الوقائع. شهادة أهل المغدور، أهل المغدورين وعشيرتهم هي صحيحة، وقامت بعض وسائل الإعلام باستطلاع هذا الرأي وزارتهم وسمعت منهم. هل سمعتم الآن في الإعلام أن المقتول لم يقتل بالرصاص؟ المغدور قتل بأخنص البندقية، ضرب شديد على الرأس وعلى الجسم إلى أن مات، إزهاق روح بالضرب الشديد.
اللي يقول خطأ وتصرف فردي وخرجت من إيده وما إلى ذلك، أو نتيجة الصراع وغيره، وخافوا ودافعوا عن أنفسهم، كل هذا الكلام لا أصل له. قتل هذا بالبندقية، ثم أمر اللي الجندي اللي على البي كي سي السلاح المتوسط برمي الآخرين. هذا اللي جرى. يعني القصة فيها بشاعة في عملية القتل وخروج حتى عن سياقات القتل المعروفة. طبعا هذا يرتب حقوق على القاتل وعلى عشيرة القاتل، ويرتب حقوق أيضا على المؤسسة التي يعمل فيها القاتل. يعني أصحاب الحق عائلة المغدور تطالب جهتين الآن، الجيش الحكومي وعشيرة أو قبيلة القاتل. ورأيتم ما شاء الله يعني زيارات الحج التي قام بها المسؤولون لتهدئة الأمور أو لمحاولة احتواء الأمور. لما؟ لأنها فجرت شيئا لم ترد لا السلطات السياسية ولا العسكرية ولا الأمنية له أن ينكشف. ما حصل كشف عن مدى الجرم الكبير الذي يجي بحق العراقيين جميعا من خلال حادثة واحدة في منطقة أبو غريب. والمناسبة ليست سياقا فرديا كما يحاول أن يعتذر للأسف بعض أولياء المغدور أو بعض شيوخ العشائر أو بعض وجهاء قبيلة زوبة أو غيره أنه تصرف فردي وغيره، لا، ليس تصرفا فرديا. ذكرنا الحوادث المشابهة لذلك. وإذا نفتح السجل كثير، طيب حادثة القتل فردية لأنه صار سنوات مثلا ما مقتول أحد بهذه الطريقة، لكن حوادث الضغط على الناس وتسليبهم وإذلالهم، حالة الذل اللي عاشتها الناس، هم هذه تصرفات فردية؟ نعم اكو حسابات وسياقات ومراعاة لظروف من هو في الداخل ويخشون من ردة الفعل من القوات الحكومية، لأننا كلنا نعرف مدى إجرام هؤلاء وميليشياتهم وما ذلك، هذا كله مقدر ولا نطالبهم بأكثر مما فعلوا، ولكن هذه فرصة لرفع الصوت، فرصة لتقوية الصف، فرصة لإظهار حقيقة ما جرى، فرصة لإعادة بناء نوع من الردع الشعبي لهكذا عمليات، خاصة أنه الإعلام ساند هذا الموضوع. لذلك أي محاولة تنصل أو تراجع أو إعذار للطرف الآخر نعدها أو قد نعدها تقصيرا في حق المغدورين وفي حق أولياء الميت. احنا في بياننا في الهيئة طبعا نبهنا في البيان اللي صدر على الموضوع على ضرورة التعامل الصحيح مع هذه الحادثة الخطيرة وعدم التهاون فيها، وحذرنا من المتاجرة بدماء الأبرياء من قبل بعض الأطراف السياسية، وللأسف إنما نبهنا عليه وتخوفنا منه قد وقع فعلا. بعد أن ركب موجة هذه الحادثة عدد من السياسيين والنواب في قضاء بغرب وغيره، ليس في بغرب فقط، وبما قد يهدد حق أهالي المغدورين في الاقتصاص من المجرمين. ونختم كيف الحادثة اللي جرت في مجلس الفاتحة، كتلة جبهة من شو يسمونه تقدم لها رواية، وعزم لها رواية، والمشروع الوطني له نص رواية، لأن الفاعلين في الموضوع أساسا كانوا تقدم وعزم، لأنه حصل خلاف بين تقدم وعزم في القاعة في قاعة الفاتحة، على عكس ما كل ما أشيع أنه أكو طرف ثالث وأنه أكو ناس من خارج القبيلة وأكو ناس غير متفهمة وعملت ضوضاء وغيره وطردت وزير الدفاع وبعض السياسيين وحاولت الاعتداء عليهم. هذا حصل، طرد وزير الدفاع ومحاولة الاعتداء عليه، والاعتداء شنو يعني؟ اعتداء بالكلام القادح أو أجلكم الله بالقذف به، يعني بما خف حمله ما وجده الإنسان، حصل. لكن ممن حصل؟ حصل من الناس الموجودة خارج القاعة، خارج المسجد، خارج جامع الشيخ ضاري، المتجمعة بأعداد كبيرة جدا للتعبير عن تضامنه مع أهالي المغدورين وللتعبير عن الضيم اللي عايشينه كل هذه السنوات، وليعدون الجيش الحكومي شريك في هذه الجريمة. فلما يطلع وزير الدفاع وتتلقى الناس وغيره تعبر عن مشاعره، هذا حصل في أماكن كثيرة ويحصل يوميا. البارحة حادثة في النجف صارت لأحد ما يسمون المسؤولين وغيره، وقبل جرت حوادث لآخرين، فهذا جرمة. أما محاولة اتهام كل طرف سياسي للطرف السياسي الآخر بأنه دبر هذه المحاولة، هذا أولا تسقيط سياسي، محاولة الاستفادة من الحادثة ومجلس العزاء لحسابات سياسية وانتخابية قادمة قريبة جدا، وأيضا أكو صراع محتدم بين هؤلاء
على أي شيء، على المصالح والمكاسب. المفروض يتفقون، يتوحدون، يقوون موقف القبيلة، يقولون نتناسك كل خلافاتنا، إحنا النواب اللي نمثل، القوى السياسية اللي تمثل هذه المنطقة في مجلس النواب، نطالب بالحق الشرعي، نطالب بالحق القانوني. هذا آخر تفكيرهم. القصة باختصار بأنه دخل وزير الدفاع ومعه عدد من نواب تقدم. أحد نواب عزم موجود في مجلس العزاء بحكم صلة قرابته بالمقتولين، صار استفزاز بينهم بكل صراحة، قلت كاونوا داخل قاعة الفاتحة. يعني اللي أساء لمجلس العزاء واللي أساء للمقتولين هم النواب نفسهم السياسيون، فاضطرت القبيلة لإخراجهم من القاعة. إذا أكو طرد انطردوا النواب والسياسيين من قاعة الفاتحة، وتم إقفال الباب وإنهاء الفاتحة قبل وقته في ذلك اليوم. هذا اللي جرى، بدأ كل واحد يسوي بيانات، وهذا اللي يسوي مشاهد فيديوية، وهذا يسوي مقاطع، وهذا يتكلم ويتهم الطرف الآخر بهذا الموضوع. ويا ريت الأمر توقف على هذا. بدأ الحج الثاني العكسي إلى وزير الدفاع لبيان ما حصل، الاعتذار بين قوسين بيان ما حصل. هو مطلوب الآن وزير الدفاع، ومن هو حتى يعتذر منهم؟ وزير الدفاع مهجر قرية كاملة في محافظة صلاح الدين قبل سنة لأن أخوه تزوج امرأة هو غير قابل بها وهجرهم ذبهم بالصحراء. هذا يتعامل معه بهذه الطريقة، ثم ما زال هو الآن مطلوب، هو كما قلنا وأهل المقتول. فالأصل في هكذا أمور بأنه هو الذي يتوسل، هو الذي يزور، هو الذي يأتي، هو الذي يطلب، هو مو تذهب الناس له. هذه هم نسميها تصرفات فردية، خلنا نستعيرها التعبير. قتل الضابط للشهيد تصرف فردي. طيب انتوا ليش تقبلوا بتصرفات فردية بدون استشارة احد؟ هل استشير مجلس القبيلة بهذا الموضوع؟ هل استشيرت عائلة المغدور؟ صار تسابق على هذا الموضوع. لما بعد ان ضخم السياسيون الموضوع وبدأوا يخوفون المنطقة من أن هناك قد تكون ردة فعل سلبية على المنطقة بسبب طرد الوزير وما جرى خلال ذلك، فظهرت هذه الاجتهادات. فهل فوت هؤلاء حق المغدورين؟ أنا قناعتي الشخصية بأنهم سيؤثرون تأثيرا كبيرا جدا، لأن موقفهم الآن أصبح ضعيفا في مقابل الطرف الآخر. هل سيتابع الموضوع بجدية؟ نأمل ذلك، ولكن كما قلنا في بيان الهيئة وتوقعناه قبل ذلك وحذرنا منه بعض الجهات في أبو غريب بأن نديروا بالكم السياسيين، احذروا من السياسيين. السياسيون إخواني في هذه القضية بذلوا أموالا وحرضوا أناسا وافتروا على أناس وحاولوا تصدر المشهد، ولم يكتفوا، ما زالوا إلى الآن يسعون بكل قوة لإخراج هذه القضية عن سياقها. طبعا الآن راح نضيع في شتات حقيقة ما جرى وليش جرى ومن المعتدي ومن الطارد ومن المطرود و و و و وتراجعت قضية أخذ الحق للمغدورين من الفاعل. طيب جريمة جبلة، عائلة كاملة قتلت، كم حكم عليهم؟ 15 سنة. جريمة كاملة عن سبق، يعني ترصد وإصرار وقتل العائلة، مو فقط المطلوب، نساء وأطفال أولاد وبنات، واستخدام كل الأسلحة الممكنة كأن حرب شنت عليهم، و15 سنة. ماذا تترجون من ضابط تدعي وزارة الدفاع والأطراف القريبة منها، بعضهم صريح الميليشيات لكن وزارة الدفاع على الاستحياء، وغير أنه حادث خلاف بين الطرفين ونجب عن هذا الخلاف وفاة، يعني خلاف أنه واحد ضارب الثاني، مو هذا جايب قوة عسكرية وهاجم على بيتهم ومحاول يعتقلهم ثم يصدر أمر بالرمي. فهذا ملخص ما جرى في قضية أبي غريب بحسب شهادات الحاضرين، كنا على تواصل دائم معهم في هذا الموضوع. أي شيء آخر غير هذا الموضوع غير دقيق وغير صحيح. وبذا ينتهي المحور الرابع من محاور التقرير السياسي عن الحالة السياسية في العراق، اللي دأبت الهيئة وتحديدا القسم السياسي على إصداره بين مدة وأخرى لزيادة الاهتمام ببعض القضايا التي تحتاج إلى نقاش وإلى توسع في الحديث عنها.
بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور مثنى الضاري على هذا العرض الوافي وهذه الحقائق المهمة التي سلط فيها الضوء على أمور مهمة يحتاجها من يبحث عن حقيقة الواقع المرير في العراق. وهنا يتساءل العراقيون، بعد كل هذه المهازل السياسية والجرائم، هل يمكن أن ينصلح العراق على يد من أفسدوه وسعوا في تدميره؟ هل يمكن أن تنطلي دعوات محاربة الفاسدين وإصلاح الأوضاع في العراق ممن كانوا ركنا رئيسا في وصول العراق إلى الواقع المأساوي؟ بلا شك الشعب العراقي قد أجاب عن ذلك كله من خلال مظاهراته المستمرة ومقاطعته للانتخابات الأخيرة ومواقف قواه الوطنية الحقيقية. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر حضوركم وحسن استماعكم، وإلى لقاءات أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.